ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في نونيه: قال يا ويح جهم وابن درهم والأولى، قالوا بقولهما من الخوران بقيت من التشبيه. الخوران اللي هو ايش يا شمسير؟ الخوران الخور، الخور والجبن، الجبن الخور. نعم يا وحة. الحمد لله، هذه يكون أصعب. قال بقيت من التشبيه يا ويح جهم. قال يا ويح جهم وابن درهم والأولى، قالوا بقولهما من الخوران بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قواعده من الأركان. ينفي الصفات مخافة التجسيم، لا يلوي على خبر ولا قرآن، ويقول إن الله يسمع أو يرى، وكذاك يعلم سر كل جنان، ويقول إن الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الأكوان، ويقول إن الفعل مقدور له والكون ينسبه إلى الإنسان، وبنفيه التجسيم يصرخ في الورى: والله ما هذان متفقان. لكننا قلنا محال كل ذا، حذرا من التجسيم والإمكان. وشوفوا الآن يعني بيعاتب حال جهم ودرهم، جهم درهم وجهم صفوان، أو بيعاتب أيضا من نعم بيعاتبهم على أنهم أثبتوا بعض الصفات، أو طريقتهم كانت الطريقة هنا طريقة تناقض، جعلوا فيها تناقضا، لأنه عندما يثبت يعطي الفرصة لمن؟ لأهل السنة على إلزامهم. أنت أثبتت سبع صفات، طيب هنا فايت الباقي. ما تقول فيما نفيت؟ قولوا فيما أثبت، وما تقول فيما أثبت؟ قله فيما نفيت، والحجة عليك. وده اللي قال ابن تيمية: شوف الله يهدي من يشاء إلى ذلك. مستر عمر، أنت تذكرني بمندو دائما، الله يرحمه ويحسن إليه. أبشر، هناك من اعتمر له، وهناك من يعني بيعمل له صدقة جارية، ونسأل الله أن يسكنه فسيح الجنات. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب هو أنه الحج عليهم. قال ابن تيمية: ما وجدت مبتدعا إلا أخذت حجته فرددتها عليه فكانت حجة عليه. وده في غالب الأحوال، كن ذكيا وانظر بما يحتج به. لكن هم ايش يفعلون؟ هم لما علموا ذلك يعني أخذوا في التلاعب الثعلبي الحور، فيعني يأتون، والحور الذي ساعدهم في ذلك هو الباب العظيم، الصنم الكبير اللي يتمسكون به، هو التأويل، باب التأويل. وده اللي قاله بشر بن المريسي، قال: لا تعطون فرصة لكن أوله. التأويل يعمل لهم أمران في التأويل: الأمر الأول التعمية على العوام، والأمر الثاني هو الروغان من أهل السنة، لا يثبتون معهم على الأرض، لا يثبتون معهم على الأرض، يؤولون في هذا الباب، ويقولون نحن يعني ما نستطيع أن نقبل هذه الصفة لأننا بذلك نصف الله بالنقص. فالصادق منهم يريد ينزه الله، فإن كان مجتهدا وعنده الآلة قلنا أخطأ الرمية، لكن هذه بدعة التي وقع فيها بدعة لا كلام فيها، قد يعذر عند ربي قد لا يعذر، المسألة عند الله جل في علام، لأنه أدخل اجتهادا في ما لا اجتهاد فيه، يعني هو لا يتعرى عن اسم. أما أهل الجهل ماذا يفعلون؟ يحاولون معك على التأصيل الفقهي للعقدي. بالله انتبهوا للمسألة العظيمة. أهل الجهل أو أهل الهوى يحاولون معك على التأصيل الفقهي لا التأصيل العقدي. تعرف ماذا أقصد؟ ما في. تعرف ماذا أقصد؟ إيه، يمرون الخلاف خطأ. لا لا لا، ليس هذا الذي يريد. لا ليس هذا. هو يقولون الموضوع في خلاف. لا ليس هذا. العذر عند الاختلاف. هو المسألة هنا في أنك تقول إن اجتهد فأخطأ فله أجر.
فاهم كيف؟ لا لا يا شيخ اسمع اسمع نصير عشان ما تتعجب نصير الطيران سيب الطيران بقى حلق في حته ثانيه غير الحته حلق في مكان اخر غير هذا المكان بحيث انك يعني الهبوط يكون هبوط بسلامه ابو سيدك. فالحاصل انا بنرمي ان هو يريد يقول بانه في نهايته ماجور يعني الخارجي كده ماجور طبعا. ويلبسونا بمعاويه وعلي يلبسونا معاويه وعلي فاهم؟ يبقى ابن ملجم ابن ملجم اطراف لا 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 تلبسوا على الناس. اما معاويه فالحق كان معه بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتقاسمان الحق لكن الأحق كان مع علي بن أبي طالب. لذلك معاوية يمكن أن يقول إيش اجتهد فأخطأ اجتهد فأخطأ فيكون له أجر في ذلك لأنه ولي الدم ومش مسألة طبعا مسألة ما أنا بتكلم في هذا اسمعني نحن جبنا له واحدة واحدة عشان أفهم هذا بتكلم على التلبيس هو بيلبس بكده. فنقول تعالى عندما اجتهد في مسألة في مسألة العقيدة تقول اجتهد في العلو فوجد انه لا ما في علو ما فيش عرش. لما تتكلم على العلو يقول لك طب لو انت في في في, في امريكا او في اقصى الارض يبقى هو الله الله وين؟ ولو انت في النهار هناك في في مصر في اقصى صعيد مصر طيب وفي روسيا او في امريكا او في ماليزيا فيكون الله شو ادخل عقله في الله في الغيب. يبقى احنا نقول له لا ده هو قاسم من ناحيتين عاصم من الناحيتين. لذلك علماءنا لما بيعتذروا لرجل نراه أن غالب حالي من السنة لا يعتذرون بأن له أجر لا افهموا هذه جيدا بيعتذرون أنه إيش يغمر في بحر حسناته لا يعتذرون بأن له أجر لا. محل الاجتهاد الذي له أجر عندما تكون لك الآلة فيما يباح لك الاجتهاد. ما فيش شيء اسمه آلة في العقيدة ليس هناك اجتهاد في العقيدة. الاعتقاد ليس فيه اجتهاد. الاعتقاد أصلا أمر غيبي وأصله أصل التعامل مع الاعتقاد التسليم. فهنا التلبيس من هذه الناحية تلبيس مقيت فهم يؤولون للتعمية على على التعمية على الأغرار الأغمار من العوام وأيضا لحيرة العلماء. والأمر الثالث أيضا عشان يخرج كثير من طلبة العلم اللي هم أصغر طلبة العلم والله لو عاش 60 سنة يتعلم لن يرتقي حتى يكون وفيا ويكون إيش طاهرا نقيا. فإن لم يكن فهو أصلا قد أخره الله ومن أخره الله لا يتقدم لا يتقدم بحال من الأحوال. فيأتي يقول لك طب في ايش اجتهد في العلو فأخطأ في هذا الباب يعني لما تحمل عليه وأخطأ في هذا الباب مع اجتهاده فهو هنا عنده ايه عنده مأجور سيب ده مش جواز بس بقى عنده ان هو ايه مأجور ولا يمكن ان يكون مأجورا في ذلك بحال من الأحوال لأنه أدخل عقله في ما لا مجال للعقل فيه. العقل تابع للنص لأن الأمر غيب افهموا جيدا. وأعظم ما تفهمه قال لي عين نعم ربي عين هو الذي ذكر وذكر النبي إن ربكم ليس بأعور. وأجمع اللغة أن العور يطلق في اللغة على إيش على رجل له إيه عينان في عين منها معيبة. يبقى قال لك لربك عينان طيب لله عينان ولتصنع على عيني. أنت بقى الآن تقول الكلأ تقول ما ممتاز الكلأ والعناية والرعاية كل دي لوازم لكن أين العين وين ودتها الآية وين أين ذهبت بها. فأدخل عقله وقال ولو أثبتت العين يبقى في نني وجفون ورموش وشبهت قسمت هذا نقص نزه ربك وكن إيه. ونقول الصادق منه يريد التنزيه لكنه أخطأ الرمية لأنه في البداية أثم بأنه أدخل عقله في الغسيب شبه أدخل عقله في الغيب. الله قال له عين وقفنا مع كلام الله له عين من القائل الله. النبي قال له عين من القائل الصحابة أجمعوا للعين من الذي أجمع ممتاز. هل في هذا الجيل في جيل مثله هل في أحد عنده علم هما بيعمل إيه بيعمل وراني محمد عاصم مسألة هما ماذا يفعلون كما فعلوا معي في مسألة الشفع في البيت الحسن
يقولون ولو قال الصاحب ما قال محمد عليه الصلاة والسلام لو قال لو قلنا له على الاحتفال النبوي هيطلع لنا ويقول ولو قال أبو بكر بالاحتفال خطأنا أبو بكر وقلنا الاحتفال. فهم إزاي؟ لأنه أبو بكر خالف فهم محمد حسن. رجعوا تاني يضحكوا على الناس بإيش؟ وأنا بنكلم الأغرار الأغمار نفهمهم هؤلاء الحرامية أصحاب سرقة العقول المرضية. يعني يقولون على فهمي، لا مش فهمي وليس فهمي بحال من الأحوال، ده فهم الصحابة ها وفهم التابعين وتابع التابعين، وأيضا دي نصوص نبوية ها نصوص نبوية. فأنت بتعمي على الناس عشان تبعدهم عن القضية الأصيلة وهي قضية إيش؟ النص بفهم السلف. فيقول لك شو محمد حسن ألزمنا بفهمه، يريد يلزمنا فهم. لذلك عملوا خطة سباعية متوازية مترامية الأطراف أن محمد حسن بيقاتل العز بن عبد السلام ويقاتل الشافعي، يقاتل على فهم فهم، ولم حتى يبينوا للناس حقيقة المسألة. الحقيقة أنا أقول لك أنت أصلا بالاحتفال اللي بتحتفل به أنت أشد حبا للنبي ولا أبو بكر؟ أبو بكر قطع. طب الآن أبو بكر لماذا لم يفعل ذلك؟ أملء القلب بحبه حركك هذا التحريك ولا يحركه؟ يبقى أنت أفضل منه. بالله أي مغفل يقول بذلك، بيقول لك مش غير طبعا هذا هو. فأنا أقول له إن كنت حقيقا تحبه ما تفعل مثل ما فعل في هذا الباب. فهي تعمية، فبيأتي بالتأويل من أجل ذلك. فهو يقول لك تأويل الصفات، أنت أدخلت عقلك فيه في النصوص، أدخلت عقلك في غيب لا يجوز لك أن تدخل. وده اللي حدا بالولد وكررها، قال لي لا أؤمن بذات الله أراه. فبيعمل إيه بقى من أجل أن يؤمن بها؟ يوم مكيفها تكييف على ما جاء عليه عقله ثم يؤمن بها بعد ذلك. وده اللي حصل، وهم يعبدون عدما، يعبدون عدما. فهنا بيقول يا ويح جهم وابن درها، طب انت مالك بتتحسر على ايش ايها الملحد الخبيث؟ معانا بقاله من اسابيع اهو. يا ويح جهم وابن درهم والاولى قالوا بقولهما من الخوران او الخوراني، يعني من الخوار وايش من الخوار الجبن، من الجبن ما صرحوا وقالوا نثبت اسماء دون صفات نثبت. فقال اذن ستلزمون، يكون الالزام عليكم ايسر، وكان اولى بكم ايه ان تنفوا كليات لانه اثبتوا وجسموا. اذا قلت بذلك فانت تنفي الكل، والا فقد جعلت لهم الايه اهو. لذلك قالت بقيت من التشبيه فيه بقيه، نعم نقضت قواعده من الاركان. انا اقول لك الان ما قلته في الاثبات قلوا في النفي، وهو القاعده ابن تيميه اصلا ماخوذه منهم، القول في بعض الصفات كالقول ايش في البعض الاخر، والقول في الذات القول في الصفات كالقول في الذات. اثبتت ذاتا، طب الذات تشبه ذات الخلق فيتجسم؟ لا، قلنا طب انتهى الموضوع، هذه الصفات ايه؟ هذه صفات معاني للذات، فيما قلت في الذات قله في الصفات. نعم صفات، وصفات لا تشبه صفات الخلق، كما قلت السمع والبصر والحياة والقدرة. أنت أثبتت ذلك لله، والإرادة أثبتت ذلك لله جل في علاه. فما أثبته لله جل في علاه في هذا الباب وقلت فيه أنه لا يشبه، يعني الذات لا تشبه ذوات البشر، يبقى إذن واجب عليك أن تقول وأيضا عين الله لا تشبه عين إيش ولا تجسيم ولا شيء ولا تفرر التأويل، بل قل هي عين حقيقية لله تبارك وتعالى تليق بجلاله وكماله لا يعرف عنها شيء غيب بالنسبة لي. وقفت هنا عندما أوقفني الشر، أثبتت العين وهي عين جميلة فيها كمال الجمال والجلال والبهاء والعظمة. كيف هي؟ لا ندري، يعلمه الله جل وعلا، لأن الله أوقفني عندما أرادني أن أقف. فكلما زدت أنا خالفت الله أصلا، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به الغيب لك به علم. لما تدخل عقلك؟ لما تدخل في حياة البرزخية وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الأعمال إذا النبي معانا؟ فنقول له يا نبي أنت لك مكان عند الله، فأدعو الله لي أن يوفقنا. هو أنت أدخلت عقلك في مسألة الغيب، الغيب ولا يقص الغيب على شهادة بحال من الأحوال، ولا شهادة على الغيب بحال من الأحوال، يفترقان. وهنا الآن سبب ضلال القوم أنهم إيه؟ أنهم أدخلوا عقلهم في الغيب، لذلك ضلوا وأضلوا.
ويقولون لك لما تكرر الكلام في ذلك، لأن الضلال الشباب بأسرهم. شفت أسامة أمس لما كان بيناقشنا في مسألة الرؤية ماذا فعل؟ ما سكت طول المحاضرة بيتكلم وينقل عن إيش، عمن يلزم إيش محمد حسن قال، إيش مصطفى العدل قال، إيش فهم، على أساس أنه يقول لك في خلاف في العقيدة، يريد يقول ذلك. ليه؟ لأن دي بوابة إيه؟ بوابة الاعتذار. عندما تقول بيجرك إلى أرضية في خلاف العقيدة يريد يفتح بوابة الاعتذار. إذا اعتذر، لا ما نعتذرش، نحن نعتذر للشخص ونقول لعله حط رحله في الجنة طيب، لكن لا نعتذر لقوله أبدا، نقول هذا قول جهل، هذا قول بدعة، هذا قول خطأ. أما القائل وعند ربه في مكانته يعلمه الله جل في علاه. قال ولسنا أربابا لنحكم على الناس، ينفي الصفات، لكن البدعة سنقول بدعة، ولو انطبق عليه الوصف يكون هو مبتدع أيضا. ينفي الصفات مخافة التجسيم، لا يلوي على خبر ولا قرآن. هو الآن ينفي الصفات مخافة التجسيم، وبيقول بيقول بقى تعالى لو دخلت، أنا دخلت طيب ودخلت المدينة، وانظر بقى إلى الذين يثبتون. هو بيقول بينفي الصفات، فوقفنا الذي ينفي الصفات، أوقفناه قلنا له لما تنفي الصفات. سيقول خشية التجسيم، لذلك يعني قال قائلهم نحن نؤول فرارا من إيه؟ من التجسيم. فسؤالنا الذي يطرح عليك أيها المؤول خوف التجسيم، ما الذي دعاك للتجسيم؟ ما الذي دعاك للتجسيم؟ ده السؤال الملزم له. هو يقول لأنني لو أثبتت العين فالعين وعين إيش؟ عين وعين. قل له طيب نقف معك بأمور، من الذي أثبت العين؟ الله جل وعلا. ومن الذي نفى التسبيه التشبيه والتمثيل؟ الله. طب سلمت في الأول، سلم إيه في الثاني؟ قال ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. ها سلمت في الأول، سلم إيش؟ هو السميع البصير. سلم في الأول وهو يسلم، وسلم فين؟ في الثاني. لما اعترضت عليه في الثاني وقال ليس كمثله شيء؟ لما؟ وإحنا عندنا القاعدة العامة الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاستواء، والاشتراك في إيش؟ في المسمى. لله مشيئة وللعبد مشيئة، مشيئة العبد على نقصه وعجزه، ومشيئة الرب على كماله وجلاله وبهائه وعلمه سبحانه جل في علاه وحكمته. ورزاق قال وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، وما في تشبيه. يد ويد، نعم، ده أنت في حياتك الدنيا تقول يد الحمار، يد القرد أجلكم الله، يد النسر، يد الكتكوت، يد الأرنب، وهو يد 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 يد. اشترك فين؟ في الاسم. تعال أتيني بالمسمى، هل في تقارب حتى؟ اختلاف تام في هذا الباب. فأدي فيها دلالة واضحة جدا على أن العقل والهوى يلزمان المرء بالضلال. العقل والهوى، طبعا العقل غير صحيح، العقل والهوى يلزمان المرء في الضلال. قال ويقول إن الصفات، طبعا يلو على خبر القرآن، يبقى إيش بيفعل؟ أنت عندك القرآن يضاد ما تقول فيلوي العنق، يقول الله في كل مكان. أما قال الله تعالى والله معكم أينما كنتم، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجركم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض لا. كل هذا يلبسون على الناس به، فيلوون عنق النصوص، يكسرونه، قد يكسرونه باللي كمان، يلوون عنق النصوص من أجل التعمية على الناس، من أجل خدمة ما يتبنون. وسبب العطب أنهم اعتقدوا ثم لم يتحرروا، ليجعلوا الدليل هو القائد لهم في الاعتقاد، مع أن الأمر غيب، والغيب لابد فيه أن تسلم، لابد فيه أن، أو أكثر هؤلاء القوم ستجدهم يا جبرية يا قدرية، أكثرهم كذا يا قدرية يا جبرية. الفقه طبعا العطب اللي فيه أقول لك لا، دو علماء الدنيا يا شيخ. إذا أراد الله بعبد ضلالا انتهى الموضوع، وإذا أراد الله انحراف عقدي في شخص، يعني ما تطلع امرأة لا تعرف شيئا غير أنها يعني بتستطيع أنها تعمل زينة الأفراح، وكل يوم تطلع بوست أن الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث ما لسهم في هذا الباب، يعني أدخلوا في القوم ما ليس منهم. إن شاء الله سيصابون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أدخل على 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 قوم ما ليس منهم فهذا شرك. طبعا أنت تقول لي بقى ده شرك، أنا أقول لك ده أعوص. أنت ده في النسب، إنما أنت أدخلت في صفات الله جل في علاه، أدخلت قوما ليسوا منهم، وفي لتعمي على الناس. ناس بيقولون بأنني لو وصفت الله بالأصابع والأنامل أكون إيش؟
شبهته فيقولون تنزيها له، أقول ما في أصابع ولا، يبقى معنى ذلك أنهم يصفون الله بالنقص. نعم، بعد الأذان إن شاء الله. حاضر شيء. طبعا بواسطة الركن الأكبر للمرضى والموتى سنتكلم، سننقل هذا بركن أكبر. أنت مش تيك الآن، أنت المستشفى مستشفى عام. علم العلم. حاضر شيء. حاضر إن شاء الله. أمشي أمشي. احسن من فيزا ايه البنك اصلا، فيزا الذهبيه. لا بيضعها على طول بياخذ منه، وما انصحش بالبنك اصلا. لا عشان يشتري على النت. ماشي. يعني عليكم تدعو الاستاذ عادل مبارك خلته في الانعاش، فالدعاء الدعاء بالحاح. الله يشفيها يا رب، الله يشفيها يا رب، الله يشفيها يا رب، الله يرفع عنها يا رب. يقول ويقول إن الله يسمع أو يرى، كذاك يعلم سر كل جنان. فانظر هنا، هنا إثبات أهل الإثبات، فقالوا أن الله تعالى يسمع ويرى، فأثبت السماع والرؤية. ومنهم من يؤول السماع والرؤية عليه العلم، منهم من يؤول السماع والرؤية على العلم. وفي هذا الباب أهل السنة والجماعة القائد لهم الكتاب والسنة. قال الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وقال الله تعالى قال يسمع سرهم ونجواهم، وقال أيضا جل في علاه قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها في زوجها. وقالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. إن 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 الشاكية كانت تحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى عليها بعض حديثها، فأنزل الله من فوق سبع سماوات قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، وهو يرى سبحانه وتعالى فعلا. والسمع هنا سمع سمع المطلق وسمع الإحاطة، فقد أحاط الله تعالى بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة وعلما سبحانه وتعالى فعلا. يسمع يرى دبيب النملة، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مخ ساقها لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. نعم، ولذلك قال الله تعالى والذي خلق سبع سماوات طباقا والذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهنا أحاط بكل شيء سمعا وقدرة وعلما. قال واسع سمعه الأصوات، قال واسع سمعه الأصوات. وقال الله تعالى الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده ولا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فقد أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة وعلما. فقال تثبت السمع، والسمع هنا سمع إجابة أيضا، سمع الإحاطة وسمع إجابة، سمع الإجابة خاص، سمع الإحاطة عام بكل الناس، وسمع الإحاطة وسمع الإجابة خاص بالمؤمنين. وقد يستثنى من ذلك بعض وصف الكافرين بسماع الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال وإياك ودعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان كافرا. فسمعه سمع إجابة للكافر فقط إذا كان مظلوم، لكن السمع خاص بالمؤمنين. ممكن يدخل المضطر أيضا ولا لا؟ نعم شيخ، ممكن يدخل المضطر أيضا. خلاص بقى ده مؤمن هو، وأنا بتكلم على الكافر. لا لا، هذه لإقامة الحج عليهم، هذه الحج عليهم، لقاء الحج عليهم. ما في السمع خاص بالمؤمنين أبدا. وفي الاضطرار في هذا الباب أيضا خصية الحال، خصية الحال، وهو إيش؟ الإيمان، جر الإيمان. وإلا ظاهر الآية قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا هي فلما نجاكم إلى البر إلى البر. طيب استنى، لا في آية أخرى في سورة الأنعام دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه، لا كنا من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق.
بس اصبر بس هات الآية الأخرى برضه عشان كده هنزل على كلامكم ضرورة. بس هذه الآية الأخيرة سورة الأنعام الكلام لا الكلام على السمع والبصر. معك المصحف هذا المصحف شمل لي مش عارف ماشي يا نادر. هو النبي بيقول له اذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. هذا هو قل رأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون. قل رأيتم من أتاكم عذاب الله بغتة أو جارة هل يهلك إلا القوم الظالمون. أنزل على القول حتى المضطر الكافر أيضا. الله الله أنا أنزل كلامكم هو صحيح. حتى المضطر الكافر أيضا الله تعالى يعني يقبل. يبقى هذا مخصوص من الكفرة الذين يستجاب لهم إما أن يكون مظلوما أو يكون مضطرا فيستجيب الله له. أما أصل الاستجابة خاصة بالمؤمنين. وإذا سألك عبادي هذا خاص بالمؤمنين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فسمع إجابة وسمع نصرة. اصبر اصبر اصبر. والسمع سمع نصرة في قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. وهذا كله من أيضا أدوات المعية يا معية النصر. فهو معكم بسمعي وبصري وإيش وعلمه وقدرتي أحاط بكل شيء علما وسمعا وبصرا. وكذاك قال وكذاك يعلم سر كل جناني. قلنا هذا أيضا إثبات ليه لعلم الله جل وعلا الذي شمل كل شيء. فأن الله يعلم ما كان وما يكون ولا ما يكون لو كان كيف سيكون في الممكنات والمستحيلات. قال الله تعالى قل لا أعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بأنهن لا تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. نعم وقد قال الله عن نفسه أنه يعلم السر وإيش وأخفى سبحانه جل في علاه سرهم ونجواهم. قال تعالى وكذا قال المصنف وكذا يعلم سر كل جنان ويقول إن الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الأكوان. وكل الكلام رد على القدرية ورد على جبريل يعني أن مشيئة الله جل في علاه غالبة. ويقول إن الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الأكوان. وفي أيضا تلطف في العبارة على الإجمال لأنك لما تكلم على عموم مشيئة الله جل في علاه لابد أن تجمل في هذا ولا تفصل. ليش بقى لا تفصل كيف 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 ماشي نعم هو مش في النفي. لما نقول بالعموم في العموم دخل الشر وإيش والخير والله خالق كل شيء ما عدا ينفي ذلك. لكن التأدب قد قال النبي والشر ليس إليك. وحقيقة الأمر هذا قد نقول بأنه أدبا ونقول ده حقيقة. ليه؟ لأن كل شر خلق مآله إلى الخير. فالمسألة بالمآلات والمسألة بالمآلات. كل شر خلقه الله جل في علاه تحت عموم الخلق مآله إلى الخير والحكم على المآلات. فإبليس هو إلى خير في تمييز الخبيث من إيش؟ من الطيب. الله تعالى بيّن ذلك أنه جعله ليميز به الخبيث من الطيب. ولذلك قال ان الانسان لو لم يرد ان يعصى او قال بعد سنه لم يرد ان يعصى لما خلق ابليس في هذا الباب ليميز الخبيث من الطيب. قطع اليد نعم قطع اليد وان كان شر للمقطوع لكن خير لجميع الناس في ايه؟ في حفظ الاموال في حفظ الاموال. فالنبي فالله جل في علاه لم يخلق شرا محضا قط ما في.
وأنت عندما تؤمن بهذا الشر عشان تكون أول شيء مؤمن ومؤدب مع الله لك عينان. وش العينان وديسة؟ طبعا لما قلتش انزل تحت دون كلام، ولما قلتهاش كلها انزل تحت دون كلام. ما سمعتش ايه؟ ما سمعتش السؤال؟ قلت والشر اللي تؤمن به ويكون إيمانا كاملا لابد لك من عينين، عينان فاستتم يستتم لك بها الإيمان بمسألة خلق الشر لله جل وعلا. مش فاهم يبقى اطلع اطلع أفار لغاية ما نشوف لك بقى هتجلس ولا مش هتجلس. اتفضل عشان انت مش هتحصله ده انت هتترمى من الشباك. اتفضل. بالنسبة للفعل وإجاده كان الشيخ بيقول إن هو يعني خلق وجود الشر في خلق واكتسابة على الشباك على الشباك. طب على الشباك خلاص انا بسكتك ما بسكتش كمان على الشباك على الشباك. شيخنا احمد بيقول تعالى ماشي يا منوفي عادي شارع عادي طرش. الله اكبر. وبعدين يا منوفي وبعدين وبعدين يعني كده انتهت المسألة؟ ماشي. عين القدر تعالى من الله سبحانه وتعالى ولا بيتقدر هذا سبحان الله خلقه. وعين الشر عين الشر لا لا الضار لو كان وحقيقة الأمر في هذا الباب لك عينان أن تنظر لعين فعل الله وتنظر لمفعولات الله. عين على الفعل وعين على المفعول. فعين الفعل تقول كله كمال لأنه فعل الله لأنه فعل الله فالله لا يفعل إلا الكمال ما في شر. يعني بقى ما يقوله والشر ليس عليك انظر فيها في هذا الباب يعني فعلك لا شر فيه فعلك كله كمال. والمفعولات في المفعولات شر في المفعولات شر. يبقى هنا كأن النبي يقول في فعلك في النظر إلى فعلك لا شر الشر لا ينسب إليك. يبقى الشر هينسب إليه المفعولات مش فيه. يبقى في المقضي لا لا في 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 القضاء. تقول هنا وعين الشرع عندما ترى الشر تعلم الكمال في مآله والأحكام على المآلات. يبقى أول عين عين إيه؟ النظر لفعل الله كله كمال ما فيش شيء اسمه شر. يبقى الشر لا ينسب إليك. وتنظر في المفعول اللي هو الأثر أثر فعل الله اللي هو المقضي عندك قد يكون شر لكن هو شر نسبي إضافي لا يمكن يكون شرا محضا أبدا. إن الله لا يخلق شرا محضا لا يخلق شرا محضا قط. فيكون شر نسبي إضافي ومآله إلى خير لذلك لا ينسب لله في كل في في العينين لا ينسب لله الشر بحال من الأحوال. وتكون حق على حقيقتها أنه يقول والشر ليس إليك. وانظر بقى إلى الأدب هنا بعدنا نقول أن خلقه ولا ما خلقه خلقه لكن عندما ننظر إلى حقيقة المآل قلنا لا شر ده شر وصل به إلى إيه إلى خير شر وصل به إلى خير. ده اللي ممكن مش عايز أديهم دليل لكن ده اللي ممكن يكون لمن يقول بالوسيلة تبطر الغاية في هذا الباب نقول له لا خطأ مبين المسألة على تفصيل علمي محض في هذا الباب على مسألة الشر نفسه لأنه سيقع الضرر سيقع الضرر وإنت مو شرعا ألا ضرر ما مو شرعا ألا ضرر والله له حكم وشؤون في عباده. والضرر الذي وقع على من وقع عليه الضرر بسببه يستحق الضرر. لما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم لما سرق قطع. وده بقى يفسرها لك ما جاءت من مخالفات الايه ها اقراء الافكار من مخالفات الاشعاري علاء المعرف يد صح كده بخمس من مين عسجت ولا فوديت ما بلا تقطع في ربع ديناري. وهو رد عليه المالكي من المالكي رد عليه قالت لما كانت امينه كانت ثمينة ولما خانت إيش هانت صح خانت فهانت. فالمسألة هنا في هذا الباب تنظر بعينين بعين فعل الله فتعلم كله كمال وعين المفعول اللي هو الأثر تقول أيضا ما قالوا إلى إيه إلى كمال إلى خلق مفهوم. إذا قال الشر ليس إليك هنا بيقول في هذا الباب بأن مشيئة الله عامة يعني شاء الله الزنا السرقة نعم. طب ليه ما اولا لابد ان تسلم ما تقولش ليه ما ماذا تقول وما يسعى ما فعلهم يسالون جزاك الله خير تسلم. وبعد كده نقول لك لان هنا المشيئه لا حكم لان المشيئه تابعه للحكمه والعلم.
يدخل ما يشاء في رحمته أكمله. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء. يبقى المشيئة جاءت إيش تبعا ليش؟ العلم والحكمة. سبق العلم والحكمة. سبق العلم والحكمة في ذلك. فعمت مشيئة الله جل وعلا، والله خلق كل شيء. ما في شيء أن تقول الشر الخير له والشر لغيره للعباد. ده أنت كده هذا كلام المجوس الذين جعلوا الكون إيه؟ خالقين، خالق الخير وخالق للشر. قال ويقول إن الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الأكوان. ويقول طبعا هذا كله مكتوب أيضا. طبعا شاء دي مرتبة من مراتب الإيه؟ القدر. وهذا أيضا فيها دلالة الكمالات التي تراها، أنك تنظر بأن القدر هو قدرة الله فتعلم الكمال في ذلك فتسلم. لما لم يسلموا للقدر ابتدعوا بدعة شنيعة، إما قدرية وإما مرجئة. وكل منهم أعور العين معه بعض الحق. وإحنا قلنا في قاعدة كلية مع الشيطان إيش هي؟ ماشي إبراهيم عشان ده، ماشي إبراهيم عشان تجلس لقيته جالس. بشوف أنت جاوب عشان تقوم. جاوب تفضل. طب تفضل. القاعدة التي مع الشيطان، أن كل صاحب بدعة صاحب له وجهة أو له بعض شوى. قل قاعدة الشيطان لا يدخل عليك الشر محضا، لابد أن يغريك ببعض الإيه؟ الحق. وأن كل شيطان لابد له من إيه؟ من شبهة، من دليل يتكلم به، اللي هو مسميه دليل، يعني هو شبهة في حقيقة الأمر في هذا الباب. ماشي ماشي. فهم معهم بعض الحق أعور. تفضل اجلس تفضل اجلس وجيز. أعور. لكن أهل السنة الجماعة ينظرون به بعينين جميلتين فيحيطان بفضل الفلاة بالمسألة. ويقول إن الفعل مقدور له والكون ينسبه إلى الحدثاني. فأقول بقى أنت قلت بذلك أن الفعل مقدور له. نعم. ونتكلم على أنه خلق من عدم، وهذا الكمال لله جل في علاه. فأقول أن العالم بجميع أجزائه حادث بعد عدم، وأن الله أوجده بمشيئته وقدرته. فكيف أتفق هذا الإثبات مع تصريحين بنفي الإيش؟ التجسيم. فكان تناقضا، لذلك عاب عليه وقال ويح جهم وابن درهم. قال والله ما هذا متفقان بحال من الأحوال. قال وبنفي التجسيم يصرخ في الورى والله ما هذا متفقان، ما هذان متفقان. لكننا قلنا محال كل ذا حذرا من التسليم. يعني كل ذا يعني محال ما في. ليه؟ نقول نؤول الجميع، ننفي كل الأسماء والصفات كما فعلت الجهمية. لما؟ فرارا من أن تلزمنا بشيء، فرارا من التسليم. لأننا لو أثبتنا ستقول إذن أنت ملزم بالتسليم الذي تتهمنا به في الإثبات لأنك أثبت. شوف الرجل كأنه ينظر بين عينيه إلى هؤلاء المبتدعة ويطرح لنا الشبه ويجيب عليها. طيب احنا اتفقنا انه يكون الرسالة بعد الصلاة، نصلي نعجب بالصلاة بعد ذلك نختم بالرسالة ان شاء الله تعالى. نصلي الاول. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم. بقدر الهمم.